أعلنت هيئات معنية بشؤون الأسرى الفلسطينيين وفاة أحد المعتقلين الإداريين في سجن عوفر الإسرائيلي. وكانت السلطات الإسرائيلية قد اعتقلت محمد أحمد راتب الصبار البالغ من العمر 21 عاما من بلدة الظاهرية في محافظة الخليل منذ مايو 2022. وبحسب مصادر فلسطينية فإن الأسير الصبار توفي نتيجة الإهمال الطبي في مستشفى هداسة بعد نقله إليه.